حمدي طبعا نشوفه سلطان اليوم مع جواله اكيد استفتاء يثبت الحقيقه. تشوفون الحق مع سلطان آل بريك او عبد الله الحربي 16% سلطان آل بريك. كم ياخذ من 30 يعني 10 انت اللي ضيعت 84% عبد الله الحربي الحق معه. طيب دقيقه اذا الجمهور غالبيه انت كيف عرفت النتيجه يا ابو عبد الله؟ اذا انت صوت المنت انا مصوت السلطان والله لاني عارف ان 16 رحمته والله ابغى والله اني صوت السلطان يعني انا وياك اللي صوت والله اني بصوت السلطان عشان اعرف النتيجه سلطان عشان اعرف يعني احذف ثلاث انت صوت المن ما صوت حتى اللي مرسل لي التصويت الشباب في الاعداد صوت سلطان لان والله في الاخير في شوف المشاركين في التصويت 892 احذف اثنين في انسانيه شوي عشان بس بصوت السلطان انسانيه لا خربته بحال الحين 893 طيب خلينا نشوف مقطع